إلهي خالقي محيني معطيني سبحانك كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرما فالمرجع والمآب والكل إليك عرب وعجب فاغفر إلهي أنت الكريم فاغفر إلهي أنت الرحيم وأنت سبحانك المتفضل بالنعم وصلاة وسلاما على خير خلق الله سيدنا رسول الله الذي جاء الحياة فرفع قدر الحياة في ذكره ماذا أقول والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا لا يؤتي فضلك ناكر أو حاسد كلا ولا الشعراء يا غوث الأبى طه طه صلاة الله مني سرمدا ثم السلام عليك يا نجم الهدى يا رب هب لي من لدنه شفاعة واجعل كتابك حجة لي وشاهدا أيها الإخوة الكرام من هنا من هذه الساحة ومن هذا المكان ومن ساحة الرجال الأعلام آل أيوب العظام وما اجتماعنا اليوم إلا على مائدة القرآن لنكرم راحلا كريم عرف بطيب قلبه وعذوبة لسانه ونقاء صدره وفعل الخيرات وترك المحذورات ألا وهو راحلنا الكريم الحاج عاطف أيوب نشارك الأسرة الكريمة ممثلة في نجله الكريم الأستاذ محمد عاطف وممثلة أيضا في أشقاه الأكرمين الأستاذ عصام أيوب والأستاذ علاء أيوب والأستاذ عماد أيوب ونشارك أيضا الوالد الكريم الحاج صابر عبد الرشيد بل نشارك كل عائلات أيوب وعائلات عمارة وعائلات الهواري وعائلات الخيال ونشارك أيضا السيد النقيب أحمد أيوب ونشارك كل عائلات مشهور وجميع عائلات الميمونة هيا بنا أيها الإخوة الكرام لنعود مرة أخرى إلى ساحة القرآن وقارئنا الهمام صاحب الإجادة والدقة والإتقان والإحكام فضيلة القارئ الشيخ محمود عزام العلم القرآني وابن محافظة المنوفية داعين الله له بالتوفيق وأن ينفعنا بتلاوته فليتفضل مشكورا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا
مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ذلك أدنى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى
ثوب الطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فواحدة أو ما ملكت أيمانكم إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدناكم
صدقاتهن محلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وارزقوهم فيها وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان غنيا فليستعفف ومن فإذا دفعتم إليهم
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين لهم قولا معروفا خافوا
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله يوصيكم الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله يوصيكم الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ فلها النصف
أبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية لكم نفعا فريضا من فريضة صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الأخوة العظماء، يا من شرفتمونا في واجب العزاء، والعزاء في الإسلام سنة نبينا المصطفى خاتم الرسل والأنبياء، والذي قال في حديثه الشريف وفي صدق الأنباء أنه من عزى أخاه المسلم فقد طوقه الله بحلة من حلل الكرامة يوم القيامة. وكانت التلاوة لما تيسر من آيات سورة النساء المدنية والتشريعية الكبرى، والتي تعد 176 آية قرآنية. أمتعنا بتلاوتها قارئ من العظماء فضيلة القارئ الشيخ محمود عزام صاحب الإجادة والإحكام وابن محافظة المنوفية. باسم الأسرة الكريمة عائلات أيوب وعائلات عمارة وكل عائلات الميمونة، وباسم عائلات الهواري والحيال بالزمرونية وعائلات مشهور، نشكر إلى كل من شرفنا بواجب العزاء. نشكر إلى رجل الأعمال محمد بيك مشهور الذي شرفنا بواجب العزاء
نيابة عن شقيقه الكريم السيد النائب خالد بيك مشهور، ونيابة عن والده الحاج عبد الرحمن مشهور. ونشكر أيضا إلى الوالد الكريم الحاج عبد الأعلى الخياط، وإلى كل من شرفنا بواجب العداء. نشكر إلى كل من شرفنا من السادة العمر أصحاب الخلق والواجب والأدب والقضاة العرفيين الذين قد قالوا صدقا وكم حكموا عدلا. ونشكر إلى كل من شرفنا من القيادات التنفيذية والشعبية، وإلى كل من شرفنا من أبناء هذه البلدة الطيبة أهلها وقرى الجوار. نشكر إليهم جميعا واجب العزاء. الفراشة الفندقية الكبرى والإنارة الذهبية والهندسة الإذاعية العالمية، كبرى قصور الضيافة المتنقلة، فراشة الحسن والحسين، إدارة الحاج العيد أبو السيد بالميمونة، وواجبات ضيافة فندقية عالمية، المتر السيد وجيه والمتر محمد أبو الميت بالزمرونية. ونشكر أيضا لمصورين الليلة وعمدة المصورين منتدى سفراء القرآن الكريم على دائرة الإنترنت العالمية مهندس ناصر صلاح، وشكر الله سعيكم جميعا. إلى هنا نتوقف إلى هذا الحد على أن نلتقي بحضراتكم بعد صلاة العشاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.